أنه أنت صفي قلبك واعمل ما شئت. هذا في الواقع، هذا الكلام فقط في المسائل الدينية يذكر، في غير المسائل الدينية هم ما يذكروا للفرار من أحكام الشرع. زين، أنت عندما تسوق خالف إشارة المرور، صفي قلبك بالنسبة للسيارات الأخرى وأعبر عن الإشارة الحمراء. هذا الكلام معقول لو مضحك؟ زين، أنت خالف القوانين مو مشكلة، صفي قلبك بالنسبة للحكومة وبالنسبة للناس، خالف القانون صحيح هذا، بس لما يوصل للحجاب أنه أيتها المرأة صفي قلبك، تحجبتي لو ما تحجبتي مو مهم، أيها الرجل صفي قلبك، صليت لو ما صليت مو مهم. هذا كلام، طبعا احنا عندنا مشكلة من بعض الناس الذين يريدون الاعتراض أو عدم الالتزام بأحكام الشرع. أي إشكال يجي على الشرع نظيرها موجود في القضايا الأخرى، لكن ما يذكروه في القضايا الأخرى، بس في مسائل الشرع عندما يصل. إذا تسوي إطعام في مناسبة دينية، لماذا هذا الإسراف؟ زين، إذا مناسبة غير دينية، عندك زواج مثلا، عندك قضية أخرى، هذا الكلام لا يذكر. إذا واحد صرف أمواله في قضايا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقال له لماذا تصرف أموالك؟ روح زوج فقير، روح انفق على مسكين، مو هذا أفضل؟ زين، هذا فقط في مسائل الدينها. في المسائل الأخرى عندما يبنى ملعب رياضي، ما حد يذكر هذا الأمر، أنه لماذا تبنون ملعب رياضي يستوعب عشرات الألوف بمليارات المليارات، اصرفوه على الفقراء. عندما يبنى منتزه، لا يقال أنه لماذا تبنون هذا المنتزه، لنزين الناس يحتاجون إلى ملاعب رياضية، الشباب عندهم طاقات في أوقات الفراغ لازم يفرغون هذه الطاقات، الناس تحتاج إلى ترفيه، المدينة لازم تكون جميلة وكذا وكذا وكذا. بس عندما يوصل للمسجد، لماذا تبني مسجد؟ يوصل للحسينية، لماذا تبني حسينية؟ يوصل للحج، لماذا تذهب إلى الحج؟ أنفق هذا الفلوس في سبيل الفقراء مو أفضل؟ هذا في الواقع، هذا الأسلوب من الفكر أسلوب صحيح يرتبط بخلل في معرفة المعاد، بس بالأساس يرتبط بخلل في معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن أنتم تشوفون الوهابيين وهم دائما يقولون التوحيد التوحيد، هذا شعارهم، أي واحد أم يردون يضربوه اتهام بالشرك. زين، الخلل اللي في ذول الوهابيين موجود في أعمالهم، في إرهابهم، في قتلهم للأبرياء وما إلى ذلك، بسبب خلل في توحيدهم. يعني عندما يجسم الله سبحانه وتعالى، يعني يعتقد بأن الله جسم، أنه يركب على حمار، وأنه في ليلة الجمعة ينزل إلى السماء الدنيا، زين، وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الشخص اللي يعتقد بهكذا إله، زين، عقيدته بالنبي هم شنو تكون؟ تكون عقيدة فيها خلل. في رواياتهم يروون أن الرسول يقول أنا بشر أغضب، وأيما بشر أيما شخص لعنته، فالله سبحانه وتعالى ليجعل هذا اللعن زكاة إله. يعني الرسول لاعن واحد، هذا اللعنة تصير زكاة وثواب إله، ويعتقد بالرسول كذا وكذا وكذا. وأنه مر على قوم يؤبرون النخيل، لأنه النخل إذا لم يؤبر تلقيح يعني التمر راح يخرج شيص، يعني يخرب التمر. فمر على قوم يؤبرون نخلا في المدينة، شو وقت؟ الوقت اللي الرسول عمره أكثر من 53 سنة وهو من سكان الجزيرة العربية. أي طفل في الجزيرة العربية يعلم بأنه النخل إذا لم يؤبر
التمر يخرج شيص. فقال لهم لماذا تفعلون هذا الفعل؟ لا تسووا هذا. في صحيح البخاري أو مسلم الصحيح عنده. وبعد ذلك هم شافوا الرسول قال لا تأبرون، ما أبروا وقت الحصاد وتمرهم خرب. أجوا إلى الرسول قال لهم أنتم أعلموا بدنياكم. زين، هذا الرسول اللي يخرب على الناس معيشتهم ولا يعرف ما يعرفه طفل، هذا الرسول؟ هذا هكذا صوروا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو منزه مما صوروه. على كل حال، المفروض عندنا أنه إحنا نروح إلى الأصل، إلى الجذر. إذا هذا الجذر تصحح، المعرفة بالله سبحانه وتعالى تصححت، بقية الأمور هم تتصحح. وإذا هذه المعرفة كان فيها خلل، بقية الأمور هم يصير فيها خلل.